السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتمنى لكم أيامكم تكون سعيدة زي كل مرة. اليوم هنتكلم في موضوع اسمه بناء السلام والمفاوضات والمرحلة الانتقالية. والفكرة دي جات لي من أخت فاضلة اسمها جمانة. هي من العاملات اللي بتعمل في الحقل الإنساني والإغاثي الاجتماعي مع اللاجئين السوريين في مدينة غازي عنتاب. قبل الكريسماس أو بعد الكريسماس بيوم، قبل الكريسماس اتصلت بيا في التليفون وقالت لي إنها رايحة تحضر مفاوضات للسلام في جنيفا، فإذا سمحت اكتب لنا أي حاجة عن السلام. طبعا أنا أفهم في الكلام لكن ما أفهمش في السلام، لكن لما قالت لي اكتب في السلام لقيت نفسي قاعد بكتب، وكتبت وكتبت وكتبت، والاخ لقيت كتبت برضك 15 20 صفحه. الله اعلم، ربنا سبحانه وتعالى ساعات بينزل كده بركات من عنده عشان اكتب، وتحولت الشخبطه اللي كتبتها بايدي الى ورقه 15 20 صفحه وحملتها في عرض، وهقدمها لكم النهارده كورقه من الاوراق دي كلها بناء على فكره الاستاذه جمانه. اول هنبدأ بتعريف السلام. السلام بالنسبة لي هنا هو خمس او ست او سبع نقط. هو حلم، هو حلم زي ما انتم شايفين، حلم كل واحد فينا عايز يستظل بظله، وفي نفس الوقت هو واقع كل جيل من اجيالنا عايز تعيش فيه. تمسك كده يبقى واقع حي حيوي احنا عايشين فيه. هو عمل، السلام مش بق فاضي، هو عمل لابد كل واحد فينا يبذل فيه الجهد والمال والفكر علشان مجتمعاتنا توصل لبر الامان. يبقى هو حلم واقع وعمل. هو ايضا رؤية، انا عندي رؤية ازاي احل او ابني هذا السلام في مجتمعي والمجتمعات المجاورة، هو كذلك رؤية وأهداف الرسل والأنبياء والمصلحين. هو معيار بنقيس بيه مدى تطور المجتمعات اللي استفادت من العيش في ظل السلام. وكذلك هو طاقة إيجابية، يعني السلام نفسه طاقة إيجابية بتحافظ على دفع مسيرة التقدم والتطور المجتمعيين. يعني السلام طاقة إيجابية تحافظ على مسيرة التطور او تدفع مسيرة التقدم وتطور المجتمعين، وهو فعالية، يعني هو طاقة وهو فعالية قادرة على ابراز ايه الكنوز الدفينة داخل المجتمعات. ما حدش من ابنائنا هيخرج يشتغل ويبدع الا لما يكون المجتمع يعيش في سلام ووئام. نرجع نقولها تاني، يبقى السلام هو حلم وواقع وعمل. حلم وواقع وعمل ورؤية ومعيار وطاقة إيجابية وفعالية. سبع نقاط عشان نعرف بيها السلام. بعد أي حرب من الحروب بتحصل خسائر، خسائر كتير. ما في حرب إلا وحتى عند المنتصرين خسروا. فالخسائر بنسميها فيها خسائر مادية وفيها خسائر معنوية. الخسائر المادية زي ما انتم شايفين اهو، في يمكن 2 3 5 11 ممكن يكون اكتر، منها اللي هو قتل المواطنين وهلاك ثروات حيوانيه، وجود اعداد هائله من الالغام اللي لغايه دلوقتي مش عارفين نخلص منها، سرقه الاراضي واغتصابها، انتشار ظاهره جندي الطفل، انتشار ظاهره الاتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشريه، تدمير النسيج المجتمعي ومؤسسات وشبكات المجتمع كلها، ازدياد عدد اللاجئين والنازحين من الاهالي، الدمار الشامل للبنى التحتيه، التلوث البيئي، الجفاف والتصحر الاراضي الزراعيه، خاصه لما يكون ناس في قضيه زي القضيه السوريه دي بقى لنا 7 سنين دلوقتي وفي بعض الاراضي لم تزرع، ازدياد عدد الارامل والايتام ونسب الشباب والاطفال، ازدياد عدد القتلى والجرحى من
المواطنين. دي كلها خسائر مادية، احنا ممكن نعدها، نعد هذه الخسائر، كل هذه خسائر ايه؟ مادية نستطيع ان نحصيها. خلاص، هذه الخسائر المادية التي نستطيع ان نحصيها امامنا، حتى ولو كانت ده عند المنتصرين. اما الخسائر المعنوية التي تيجي للشخص نفسه، عدد المغتصبات من النساء والبنات وعدد المغتصبات المغتصبين من الاطفال، دول بيعيشوا بالمشكلة معاهم طول عمرهم، ومشكلة البوسنة ما زالت ماثلة امامنا، اللي هم البنات والشباب اللي ولدوا لحمل سفاح. حمل سفاح حصل بتنظيم عمليات الاغتصاب للبنات والنساء في عام 1992-93-94 من المقاتلين او من الحكومات التي كانت تدير هذا الملف. التعذيب وما ينتج عن التعذيب من قضايا او مشاكل نفسيه وعصبيه، وبدا في حاجه اسمها دلوقتي هو ايه، ساكو سوشيال تريتمنت، العلاج النفسي اللي ما كانش موجود قبل كده في ملفات العمل الانساني، اصبح دلوقتي هو ركيزه من رواكز العمل الانساني. التشتت الاسري وضياعت الهويه المجتمعيه، المجتمعات المحليه، المجتمع تفتت، راح ما فيش هويه، حتى عند الثقافه راحت الى اخره. تغيير الثقافة والقيم والأخلاقيات والعقائد، دي كلها ما بنلمسهاش لكن بنجدها في تصرفات الناس. الزيادة على المصابين بالأمراض النفسية والعصبية اتكلمنا عنها، تغيير التركيبة المجتمعية والديموغرافية اللي موجودة في المجتمعات. فكل دي خسائر، كل دي خسائر تنجم عن الحروب اللي هي بسبب أو غير سبب، والصراعات اللي هي بسبب أو غير سبب. ايه معوقات السلام؟ لا احنا بس لنفرض اننا عايزين نبني سلام، ايه المعوقات اللي احنا هنتكلم عنها؟ معوقات كثيرة لبناء عملية السلام. اولها معوقات داخلية. من اهم المعوقات الداخلية دي هي عدم وجود رؤية واضحة لبناء خريطة السلام. يعني اللي رايحين يقعدوا هناك رايحين ما عندهمش رؤية على خريطة عمل لمرحلة بناء السلام او بناء مرحلة السلام وما بعد السلام، وبيكتفوا فقط بانهم يمضوا على ورقة وياخدوا صورة ويطلعوا احنا عملنا سلام، لكن بناء المجتمع بعد السلام ده شيء تاني. يبقى عدم وجود رؤية واضحة لبناء خريطة عملية السلام. نمرة اتنين، عدم وجود او ضعف الكفاءات القادرة. ما عندناش كفاءات تقعد على الطاولة. يعني كنت في غازي عنتاب السنة اللي فاتت، وكان في لقاء عاملينه الجمعيات الانسانية السورية هناك، وكنت انا بتكلم في اللقاء ده، وكانوا مختلفين على ان دلوقتي الامم المتحدة طلبت من الجمعيات اللي هي مجتمع مدني تحضر، فكانوا منقسمين نحضر او ما نحضرش. فانا رديت عليهم رد قاطع بالنسبه لي انا شخصيا، قد يكون مش قاطع بالنسبه لهم. قلت لهم ده كان حلم لينا في اول الالفيه، كنا في مؤتمر في براسل اللي هي بروكسل، وكنا انا كان رايي يعني عاوز ما مش كلمه انا كان رايي كان الراي المطروح اللي هو ايه، ان لابد من يناقش عمليات السلام بعد النزاعات يكون فيها مجموعه من مجموعات المؤسسات المدنية الدولية العاملة هناك، ليه؟ لخبرتها التراكمية التي تكون أكثر من خبرة السياسيين اللي جايين يقعدوا على طاولة عملية السلام. فالحمد لله إن في دلوقتي إن الأمم المتحدة في بناء عملية السلام في جنيفا بدأت تضع مؤسسات المجتمع المدني. ما عندناش كوادر، ما بنبنيش، إحنا بنبني ناس يتكلموا كتير لكن مش فاهمين ان عملية السلام دي مسيرة ومنظومة لها اطر وثقافات ولها قوانين ولها يعني مصطلحات كثيرة جدا. مش اي حد يروح يتكلم في اي حاجة، احنا مش في سوق عكاظ كده كل واحد طلع يتكلم يقول له بقين. ارتفاع اسقف التوقعات، اللي ما عندوش حاجة بيعلي، ودي لكل الشباب. اعلموا ايها الشباب، اللي من ليس له برنامج او رؤية
أو علم أو فعالية هو الذي يرفع من سقف التوقعات. ليه؟ لأن حينما ترفع من سقف التوقعات لن يستجيب لك الآخر. لابد أن تضع أمام عينيك أو نصب عينيك اللي الناس المهجرة السبعة أو الثمانية مليون اللي داخل سوريا في النازحين والحوالي اللي خارج سوريا كذلك. دي اللي هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة واللي هي أهم حاجة، الانقسامات الداخلية بين المعسكر الواحد بالثقافة. ده أصل ده علماني، أصل ده مش عارف إيه، أصل ده سلفي، أصل ده شيعي، أصل ده سني، أصل ده علوي. كل ده ليه؟ لأن كل واحد فينا شايف مجموعته وجماعته وثقافته إن هي المجتمع. كنا احنا في نقاش في أحد الجلسات، فواحد قال لي نحن الغالبية. قلت له أنت مين؟ قال لي السنة. قلت له السنة، طيب السنة قلت 70-80% خلاص. أنت كم تمثل من السنة؟ تلا تمثل أكتر من 3-4%، يبقى أنت 3-4% من 80%، يعني تطلع 2%. طب فين بقيت 98%؟ فلا يعلو أحدكم على الآخر ويتكلم عن المجتمع كأنه هو المجتمع، أو عن وطن كأنه هو الوقت، لكن عليه أن يتكلم أنه يريد أن يبني وطنا أو مجتمعا وليس هو الوطن أو المجتمع. قسمات الداخلية، معوق عدم معرفة مصطلحات النقاش، ده حاجات متخصصة. تروح مع الدكاترة عندهم مصطلحات، تروح مع المهندسين عندهم مصطلحات، تروح مع الفلاحين عندهم مصطلحات، تروح مع تجار الخردة عندهم مصطلحات، تروح مع السماكين عندهم مصطلحات، تروح مع البنايين عندهم مصطلحات، تروح مع الـ كل حد عنده مصطلحات بتاعته. فأنا داخل مش عارف حتى الناس بتتكلم عن ايه. إرهاب المشاركين في بعض الفصائل، وده وصلني من بعض المشاركين في المباحثات دي، بيهددوهم. انتوا خونة، انتوا مجرمين، انتوا ليه انت بتخوني؟ انا وطني زي ما انت وطني، وانا مخلص زي ما انت مخلص، وانا مؤمن زي ما انت مؤمن، وانا مؤمنة زي ما انت مؤمنة، وانا حريصة زي ما انت حريصة. بتخونني ليه؟ بتهددوني في اولادي ليه؟ ده اللي هو بيعيق ان بعض المشاركين في هذه العمليات بيخافوا على نفسهم وعلى ذويهم. مفيش مؤسسات مجتمع مدني قوية تفهم بناء منظومة عملية السلام حتى في الدول المستقرة. لو احنا حتى قلنا ان السوريين في تركيا بدأ يكون لهم منظومة بدأت وقبلوا فيها بلاء حسن، الدول العربية مفيش مؤسسات مجتمع مدني. انا مش حول الدول العربية، غالبية عشان ايه لا نعمم، يعني مفيش مؤسسات مجتمع تفهم بناء مسيرة منظورة عملية السلام والمفاوضات. فرض قوة السلاح على الطاولة، اللي معاه سلاح صوته عالي، اللي معاه سلاح صوته عالي، من المعوقات ايضا. الامر الثاني عدم مشاركة اصحاب القرار والشخصيات المؤثرة، كل واحد بيجيب اللي بيعرفه من مجموعته. عدم القدرة على استيعاب كافة الطرف، زي ما قلتها قبل كده، انا لا امثل بلدي لكن انا جزء من بلدي، لكن انا اريد ان يمثل بلدي كل اطياف البلد. فاللي قال لي نحن نمثل 80% من الشباب السوريين، اقول له جزاكم الله خير، انت لا تمثل اكتر من 1% بفكر مجموعتك او ثقافتك اللي هي جزء من السنة او جزء من الشيعة او جزء من المسيحيين او الى اخره. وجود دول عميقة، يعني حتى في المجتمعات الهشة دي او المجتمعات اللي هي الفاشلة او الدول الفاشلة دي كلها، في دول عميقة كبيرة جدا 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 ما عرفهاش. بعد ما ننتهي من بحثات السلام هيحصل ايه؟ فلذلك لابد ان نستقرئ كل هذه الاشياء واحنا قاعدين على في مباحثات السلام. دي كانت دي المعوقات، سوري، دي كانت معوقات الداخلية، انا اسف، دي كانت معوقات داخلية ودي المعوقات الخارجية. يبقى احنا كلمنا كل دول كانوا معوقات ايه؟ داخلية عند الناس اللي قاعدين عشان يبنوا عملية السلام. اما المعوقات الخارجية بقى اللي هو المناخ السياسي الامني الاستخباراتي العام اللي ماسك العالم كله.
العالم لن يرضى أو أصحاب القرارات في العالم لن يرضى وأن تكون الدولة لها صفة معينة في هذا المكان. لذلك بقول لك ما ترفعش سقف التوقعات. الشيء اللي كان بيحصل في القرن 19 والقرن 18 والقرن 17 والقرن 15 مش هيحصل دلوقتي. لأن أصبحت في مناخات وسياسات عالمية تمنع أو تريد أن تمنع هذا. الدول المجاورة لها رغبة في اغتصاب أراضيك سواء كان كده أو كده في أي مكان في العالم، ولها رغبة أنها يكون لها دور في عملية السلام. المؤسسات الإقليمية اللي بنتكلم عنها كلها بلا استثناء كلها والعياذ بالله ضعيفة وليس لها قدرة على إخضاع أي عضو من أعضائها بالالتزام بقوانين وأدبيات وثقافات وسياسات ومبادئ المؤسسة نفسها، دون ذكر أي مؤسسة إقليمية أو أي مؤسسة عالمية. كل هذه المؤسسات أصبحت من الضعف بمكان أنها لا تستطيع أن تنفذ قرار من قراراتها. تأثير الإعلام بتاع الدول الكبيرة اللي هتظهرك أن أنت إرهابي وأنا حمام السلام، وأنا الإرهابي الحقيقي وأنت حمامة السلام. فالإعلام الكاذب مع قوته وقوة الدول اللي وراه بيؤثر سلبا في مسيرة عمليات السلام. ودين ايه بقى المعوقات الخارجية للمناخ السياسي الامني، ها، وخاصة في حرب الارهاب، رغبة الدول المجاورة والقوى الاقليمية. القوى الاقليمية احنا ما ذكرناهاش، يعني في بعض المناطق في قوة اقليمية موجودة دي غير الدول المجاورة، لها رغبة في الارض او ان الحكومة تكون تابعة لها. المؤسسات الاقليمية ضعيفة. ايه تأثير الاعلام للدول الكبرى؟ امر اخر ايضا نتكلم فيه اللي هو ثقافة المانح. نعم، القوى الاقليمية، اللي هي انت بتتكلم يعني في مجموعة من الدول مع بعض في اقليم ما وقبلك متفقين على شيء مش حيص، يعني مثلا لو في منطقة معينة 3-4 دول في اقليم واحد اتفقوا على مسيرة هذه العملية، فدي بتعملها قوة اقليمية. تطبيق ثقافة شروط السياسة المانح، يعني في جزء من اللي قاعدين على ثورة المفاوضات دول بترعاهم وتدعمهم بعض الدول او بعض المانحين، ودي بتأثر على مخرجات عملية السلام. ازدياد الوسائل غير مشروعة لبيع السلاح، يعني كلما ارادوا اطفاء نارا للحرب، لا كل ما ارادوا لا ناسي الايه انا. المهم على العموم، ازدياد الوسائل غير مشروعة لبيع السلاح، بيبيعوا السلاح في كل حته، فتلاقي السلاح بيخش منين الله اعلم. ده في ظل وجود سياسه محاربه الارهاب اللي هي على جانب ومش على الجانب الثاني. اغتصاب الاراضي، ها، فرض القوى الكبرى انها تبني قواعد عسكريه هناك، التسويف في إطارة بناء عمليه السلام. دول بقى اللي احنا اتكلمنا عنهم، دول دي اللي هي نرجع نقول تاني اللي هم المعوقات الداخليه والخارجيه. معوقات داخليه عدم وجود رؤيه، عدم وجود اوضاع في الكفاءات، ارتفاع اسقف التوقعات، الانقسامات الداخليه بين ابناء المعسكر، عدم معرفه المصطلحات والنقاشات، إرهاب المشاركين وتخونهم، عدم وجود أو ضعف مؤسسات المجتمع المدني، فرض قوة السلاح، عدم مشاركة أصحاب القرار، عدم القدرة على استيعاب كافة الطوائف، وجود دول عميقة في المجتمع. دي الداخلية. أما الخارجية، المناخ السياسي الأمني الاستخباراتي، رغبات دول المجاورة والقوى الإقليمية في التحكم في بناء عملية السلام، ضعف المؤسسات الإقليمية، تطبيق ثقافة المانح وفرضها على مخرجات عملية السلام، إزداد الوسائل غير مشروعة لبيع السلاح، فرض شراء واغتصاب الأراضي ومقدرات وأصول وثروات المجتمعات المتنحرة من بعض الدول المانحة، وبناء قواعد عسكرية داخلها، التسويف في إطار بناء عملية السلام. دول اللي هم المعوقات الداخلية والخارجية. مين بقى اللي هيشارك في بناء عملية السلام؟ أولا لابد أن يشارك هو صاحب القرار داخل الكيان، سواء اتفقنا معه أو معها أو لا. نمرة اتنين، الناس اللي عندها خبرة في التخصصات المختلفة وأصحاب الرؤى، ها، في المراحل بناء السلام ثم ما بعد بناء السلام. يعني ليس معنى اننا هنمضي
على اتفاقية السلام اليوم أن السلام حل، لابد أن نعمل مسيرة ما بعد انتهاء من الإمضاء على عملية السلام. في أيضا يشارك فيها الشخصيات المجتمعية الاعتبارية المقبولة ومتعرف عليها من أصحاب التاريخ ها الوطني، ناس يكونوا دول مش منتمين لأي حد، من لهم الأهلية في المجتمعات، ناس يحترموا وإذا سمعوا يتبعوا. تمثيل عرقي وثقافي وعقيدي في المجتمع بيمثل النسيج الحقيقي. دي بعض التكوين اللي أنا حطيته أيضا هنا هو علشان نشوف لو احنا عايزين نبني سلام، ده قد يكون بيمثل بعض اللي هو الأشياء اللي هي قريبة للتمثيل المجتمعي الكامل. أول حاجة، ما ينفعش بناء سلام مع عدم مشاركة الشباب، لأن 70% أو 60-70% من هذا المجتمع الذي يعاني، سواء كان أصبح معاق أو أصبح مشرد أو أصبح لاجئ أو أصبح مغتصب أو مغتصبة من الشباب، أو أصبح تحول منه بعض الشباب إلى إرهابيين، هم من الإيه؟ من الشباب ذكور وأناث. المرأة لها دور، المرأة لها دور في الأسرة، لها دور في المجتمع، لها دور في الحياة. ما ينفعش المرأة بكل مشاعرها وأحاسيسها ورؤاها وطموحاتها ما تكونش موجود في عملية السلام. الرجال طبعا لما فوق 40 لما عندهم خبرات مختلفة، وبعد كده 20% الأخيرة تكون من الخبراء المستشارين في مجالات كافة ممن لا ينتمون إلى أي اتجاه. يبقى ننظر تاني للتمثيل بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه، هنلاقي في 20% منه شباب، 30% منه نساء، 30% منه رجال، 20% من الخبراء المستشارين الحياديين والشخصيات الاعتبارية المجتمعية المتفق عليها. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة في 25 دقيقة اللي فات دول على على تعريف السلام، كلمة عن تعريف السلام، وان في 7 تعريفات. تكلمنا عن الخسائر الناجمة عن الحروب والصراعات المسلحة، في خسائر مادية، في خسائر معنوية. تكلمنا عن معوقات بناء السلام اللي فيها معوقات داخلية وفي معوقات خارجية. تكلمنا عن من هم المشاركين في بناء عملية السلام وتمثيلهم اللي موجود أمامنا دلوقتي. اليوم هنختم عند هذه النقطة، وغدا هنتكلم عن المرحلة الانتقالية فيما بعد الإمضاء على اتفاق عملية السلام. دي مرحلة ما قبل الاتفاق، يكون لنا رؤية وتمثيل واضح وأطروحة ونظرية ومسار هنمشي فيه عشان نوصل من المباحثات إلى أن نصل إلى المرحلة الانتقالية، ثم بعد كده مرحلة بناء الدولة واستقرار الدولة واستقرار المجتمع إلى آخره إلى آخره. يبقى اليوم تكلمنا عن هذه الأشياء اللي هو التعريف والخسائر الناجمة عن الحروب، وبعدين المعوقات الداخلية والخارجية، وبعدين من هم المشاركين في بناء عملية السلام زي ما اتكلمنا. غدا إن شاء الله الساعة 12 باللغة العربية أيضا، للأسف يعني حبيت أعمل الاثنين ورا بعض باللغة العربية لأنها محاضرة طويلة جدا، وأنا أشكر الأخت جمانة اللي هي حمستني، لا أنا خبير في السلام ولا خبير في أي حاجة، لكن قالت لي اكتب، فقلت لها سمعا وطاعا أيتها الأخت الفاضلة، فكتبت فخرج ما بين أيدينا هذه الورقة. وغدا هنتكلم على مرحلة إيه؟ المرحلة الانتقالية في بناء المجتمع بعد نجاح مباحثات السلام. شايفين؟ وعشان بس أقول لكم، قد تمتد هذه المرحلة إلى مدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تزيد لتصل إلى 10 سنوات. ده هنتكلم فيه غدا، مرحلة الانتقالية إن شاء الله نحاول بعدين نعملها باللغة الإنجليزية، الساعة 12 نفس الوقت بالترويج قيد باللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.